وثوب مكوي وحالتي حاله. بدر يا اخي ما اتفقنا كذا؟ قلنا نجيب الثوب مكوي عشان نبدا الحلقه على طول. طب يا اخي ايش تسوي؟ شغلتنا ايش ردت يا اخي؟ رمضان ومواعين، مواعين بعد المغرب، مواعين الساعه 10، مواعين الساعه 4، مواعين بعد الفجر، ايش تسوي يا اخي؟ طيب اوكي ما عندنا وقت، نبدا والثوب مو مكوي، يلا ما عندنا. طيب شوف الله يعين، انا ببدا الحين وبكره يعني بيني وبينك يعني لا احد يدري، لا مخرج لا غيره، ابكوي واجي زين؟ نبدا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدا. حبايبي، الواحد اذا بيوصل شيء معين لازم يحرك عقله شويتين، لازم يفكر انا وشلون ادخل وشلون اطلع وشلون اجيب الشيء ذا. شمراني شمراني، تعال تعال اطلع اطلع اطلع، اركب اركب اركب، اطلع فوق الشاليه، اطلع اطلع. انتو السروال كذا مو بسروال، شرشف ذا قاصه ولابسه، الله 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 يهديك. انا اوريك، انا والله اقسم بالله اوريك شغلك والله العظيم. ترى زين التناصح بين المتسابقين، خلينا نشوف خوينا متسابق كيف ينصح خويه. لذلك شوف، لذلك بس احسن النيه. مره لا مره لا يا الليل، اهدوا يا عيال اهدوا، العب وردي، ما لنا مال مشاكل، مره ما لنا مشاكل. ومال جد جدك صلاح؟ اوف، اما جد جدي خلاص، ما عليه ما عليه اسامه، انا اسف حبيبي، كلني على الحاره، اسف يا اسامه، حقك على راسي، سامحني يا حبيبي. تذكرون في حلقة من الحلقات خوينا وضعية الرومانسي؟ شوفوا شوفوا، أموت أنا على الرومانسية، أموت أنا في الجلسة، يهو خف علينا يهو. شفتوها؟ يا عنده وضعية ثانية، يا أني صدتها صيدة، الله 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 يوريك. شوفوا شوفوا شمراني، ايش سويت يا شمراني؟ يا رجل جالس اشوف قاموس اوضاع الرومانسيه ما هي موجوده. يا اخي زعلان انت؟ زعلان يا اخي زعلان، قل لي زعلان. انت سحر سوا، انقلع. نشرب فنجان قهوه، انقلع. نفطر مع بعض، انقلع. نتمشى شوي في مكه، انقلع. قمه الحماس مع احد المتسابقين في مكه تجمعنا. ويطلع الكرة، يلا مجال مجال العب، وانت يناولها لمعن، ومعن يبغى يشوت، وعبد الله يخرب عليه. لا لا مجد ايوب، ترى لعب كرة مو سباق خيول، انا اخوك، تذكرني بيوم الجمعة كلنا دايخين نستنى الغداء، ننتظر وذهب ومن ثم حرام عليك يا اخي، صح صح يا اخي، العالم جالس تلعب بحماس وانت. جزاك الله خير مجد ايوب.